بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 25 بعد 100 في تدارس أحاديث منتقى الأخبار للمجد أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله، ونحن في الأبواب المتعلقة بدفن الميت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من يستحب أن يدفن المرأة. عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها. رواه أحمد والبخاري. ولأحمد عن أنس رضي الله عنه أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر. نعم، في هذا الباب: من الذي يتولى دفن المرأة؟ مر علينا أن الذي يتولى غسلها زوجها أو أحد من النساء، وأن الأولى أن يغسل المرأة زوجها وأن تغسل المرأة زوجها. في حديث أسماء بنت عميس أنها هي التي غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنهما. لما ماتت أم كلثوم وقبلها رقية، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بنته وعيناه تذرفان، وقال في الموضعين: لا ينزل أحد قارف أهله الليلة. وهذا إما أنه مخصوص لبناته عليه الصلاة والسلام، أو أنه معلل بأن من قارف أهله قد يذكره إنزال المرأة شيئا من أهله، لا سيما إذا أنزلها ولمس جسدها من وراء الأكفان، فقد يتغير ويتأثر. وهذه العلة هي الأقرب، ولهذا يتولى المرأة أهلها ومحارمها، فإن لم يكن فيكون ممن لم يقارف أهله تلك الليلة. ويستحب في المرأة إذا أنزلت القبر أن ينشر عليها ثوب، أي غطاء. لماذا؟ لئلا تتكشف ويرى من جسمها أثناء فك الأربطة وإنزالها من تقاطيع الجسم ما لا يصح أن يرى. وفيها صيانة الإسلام والشريعة للمرأة المسلمة حية وإيش وميتة. نعم. باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. رواه أبو داود. هذا حديث رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم، وهو الحديث المشهور، حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما في أحوال المؤمنين وأحوال غير المؤمنين في قبورهم، قد دلت عليه الأدلة المتواترة في السنة والمتكاثرة في القرآن. في هذا الحديث وما قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس جلس على شفير القبر، أي على حرفه، ففيه جواز الجلوس على حرف القبر سواء جالسا على إليتيه أو على رجليه، يوجه ويعلم ويسدد. في حديث البراء هذا أنه بلغ القبر لرجل من الأنصار ولما يلحد له، فانتظر حتى أتم اللحد، وهو انتظار
وفيه حبس للجنازة لكن حبس لمصلحتها ليلحد لها. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير ونبينا معه عود ينكت به الأرض. فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. ثم ذكر حال المؤمن إذا وضع في قبره، وحال حال المؤمن عند احتضاره إلى أن يوضع في قبره، وحال غير المؤمن. وفي حديث أنس السابق أن عيناه تذرفان، جواز البكاء في المقبرة وعند حصول المصيبة بكاء من غير نحيب ولا تشنج ولا نشيج ولا تكلف، وإنما ما يغلب على الإنسان من عاطفته، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. ففيها جواز الجلوس، أين يجلس؟ ما يجلس على المقابر، وإنما يجلس في مكان متسع، أو يجلس على شفير القبر إن احتاج أن يوجه ويعلم ويسدد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. من هم الجماعة يا زول؟ ها؟ البخاري؟ أيوة. ها؟ كم ذولا؟ كم هؤلاء؟ لا مو بخمس، 7، الجماعة 7، البخاري ومسلم وأهل السنن 4 والإمام أحمد في مسنده. هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، يعني رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص، أي بعد حرق ثيابه إلى جلده، فتحرقها خير له من أن يجلس على قبر. قبر هنا معرف ولا منكر؟ منكر، حتى لو كان قبر غير مسلم، حتى لو كان قبر غير مسلم، على أي قبر فيحرم الجلوس عليه والاتكاء عليه والمشي عليه. نعم. وعن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال: لا يؤذى صاحب هذا القبر أو لا تؤذه. رواه أحمد. لا يؤذى أو لا تؤذي أو لا تؤذه صاحب القبر، في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، فدل على أن الاتكاء على القبر أو الجلوس عليه أو وطئه كل ذلك محرم، لأنه أذيته، وهو في المسلم أعظم تأكيدا، لأن المؤمن كرامته ميت ككرامته حي. طيب، غير المؤمن ما له كرامة، لكن للموت هيبة وللموت شأن، والحديث عام في الاتكاء وفي الجلوس، ولم يبين في الحديثين حال هذا القبر، هل هو مسلم ولا غير مسلم؟ وإذا جاء المورد مورد النهي يبقى على عمومه إلا أن يأتي له مخصص من جنسه. نعم. وعن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. رواه 5 إلا الترمذي. نعم. في حديث جاء عند أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الطحاوي وغيره،
في إهانة القبور قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط عليه فكأنما جلس على جمرة من نار. لكن هذا ضعيف، أصح منه ما سبق من أن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى ثيابه إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. حديث بشير ابن الخصاصية الأنصاري رضي الله عنه، أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على القبور وعليه نعال سبتية. وش معنى سبتية؟ لها سيور، سبت. فقال: اخلع نعليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت. والحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم لكن له من طرقه وشواهده ما يرتقي به إلى رتبة الاحتجاج. ففي الحديث النهي عن وطئ القبور، لم يجلس ولم يتكئ وإنما وطئها، يحرم ذلك. طيب، إذا حداه المسير والزحام فوطئ جانب القبر، إن كان من غير قصده فلا إشكال، لأن ما يوضع على القبر من السنام وما حوله لا يلزم أن الميت تحته، لا يلزم ذلك أن يكون الميت تحته مباشرة، إنما الممنوع الوطء عليها إما إهانة قصدا أو في عدم المبالاة. نعم. قال رحمه الله: باب الدفن ليلا. عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلة، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري وابن ماجه. قال البخاري: ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلة. الدفن ليلا يجوز أو لا يجوز؟ الفقهاء قدموا كراهية الدفن ليلا، وسبب ذلك ما يترتب على الدفن ليلا من التقصير في شأن تجهيز الميت ودفنه من الحفر والإعماق واللحد. فلما كان الليل ليس له عيون كما يقال، كرهوا الدفن ليلا. فإن جاءت الوسائل وأحسن في القبر فلا يمنع من ذلك. وقوله باب الدفن ليلا أي في جوازه، لأنه ساق الأدلة الدالة على الجواز. فمنها حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مات ليلا، وهذا الرجل أسود، كان يقوم المسجد ويقوم عليه، وكانت ظلمة شديدة، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أنه مات ليلا وأنهم دفنوه، إذن كانوا يبادرون بالدفن ما يؤخرون. قال: هلا آذنتموني أعلمتموني. فأقرهم على دفنه متى؟ ليلا. لم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم، فدل على الجواز. ثم قال: دلوني على قبره، فدلوه عليه فكبر عليه أربعا بعدما دفن. رواه البخاري. ويقال إنها امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، وظنوا أنها لا يؤبه لها، والنبي صلى الله عليه وسلم انتبه لها وكبر عليها. وأبو بكر رضي الله عنه دفن ليلا، وهو خليفة الراشد، والذي دفنه من؟ الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال محمد بن إسحاق: والمساحي المرور. رواه أحمد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم متى مات؟ الاثنين، ودفنوه ليلة الثلاثاء. اشتغلوا به عليه الصلاة والسلام. دفن ليلا ولا نهارا؟ ليلا. تقول عائشة: ما فجأنا إلا صوت المساحي بضربه على الأرض وارتطام بعضها ببعض. ففيه الدفن ليلا وفيه الدفن باستخدام الآلات،
نعم يستحب حث ثلاث حثيات ولو استخدم المساحي وهي المرور التي يمر به على التراب والطين ويجذب به ويفهق عن محله به ويعدل فيه في جريان الماء، فدل ذلك على جواز دفن الميت ليلا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر. رواه أبو داود. هذا الحديث في رواية أبي داود فيه محمد بن مسلم الطائفي ضعفوه، لكن للحديث شاهد، حديث جابر له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهم عند الترمذي. قال: رأى ناس نارا في المقبرة، ضوء، وهذا مستكثر، والمقابر ما عليها سور، فأتوها يشوفون وش النار هذه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، نازل في القبر يقول: ولوني صاحبكم، أي أعطوني إياه، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر، وهو عبد الله ذو البجادتين، دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا واتخذ النار. النار هنا لأجل الإضاءة لا لأجل تعظيم المقبرة، لأنه الذي نهى عن إسراج القبور. وش الفرق بين الحالتين؟ إسراجها وضع السرج عليها واللمبات والأنوار والشموع ولمبات الغاز والنيون تفخيما لها، أما إيقاد النار لأجل الدفن، لأجل الدفن فهذا جائز، فما كان لمصلحة المقبور جائز، وما كان لتعظيم المقبور أو القبر فهذا حرام، لأنه من وسائل الشرك. إذن في هذه الأحاديث كلها جواز الدفن ليلا إذا أحسن في دفن الميت، فإن ترتب في دفن الليل إضرار بدفن الميت لا يدفن ليلا. ومثالها في ليالي البرد أو ليالي المطر، فربما ترتب على دفن الميت إخلال به فيؤجل إلى النهار، يؤجل إلى النهار، فإن كان هناك ما يستعاض به في النهار في الليل في الأنوار أقيمت ودفن الأموات ليلا لما فيه من مقصود الشارع من الإسراع بالجنازة. نعم. عندنا يا شيخ ناولوني، ناولوني أولوني كلها بمعنى واحد، ولوني يعني عطوني، ناولوني مدوني، وفيه إكرامه عليه الصلاة والسلام لهذا الذي كان لهجا بالقرآن وبالذكر. وقد جاء من وجه آخر وفيه مقال أنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني راض عنه فارض عنه، فغبطه الصحابة رضي الله عنهم، غبطوا هذا المقبور بهذه الدعوات منه عليه الصلاة والسلام أنه راض عنه. الله يرضى علينا وعليكم وعلى والدين والمسلمين. نعم. باب الدعاء للميت بعد دفنه. عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود ورواه الحاكم في صحيحه وصححه ورواه البزار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ، إذا جاء الخبر كان النبي كذا دلالة على الاستمرار، الفعل المستمر ليس الفعل الذي فعل مرة أو مرتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه يسيرا قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فأفاد ذلك على جواز الدعاء للميت بالاستغفار: اللهم اغفر له، والدعاء له بالتثبيت: اللهم ثبته بقولك الثابت، وأنه يسأل مجرد ما يدفن. ولهذا جاء في الحديث: وإنه ليسمع قرعا عالما مشيعيه،
إذا أقعده الملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه وعن ما علمه وما يدريك عنه. فيه ماذا؟ أن السؤال بمجرد الدفن والفراغ منه. ومر علينا حديث من؟ عمرو بن العاص أنه قال: إذا أنا مت فالبثوا على قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، أستأنس بكم. وهذا ما ينفع، لا ينفع الميت ذلك. وأنظر بما أراجع رسل ربي، بماذا أجيبهم وأرد عليهم. ففيه أن السؤال مباشرة بعد الدفن. طيب، هذا التثبيت والاستغفار يكون دعاء جماعي؟ هل معه رفع اليدين؟ حتى تعرفون كيف يكون التوسع بالإحداثات والبدع، ويأتي من يقول: هذا دعاء، طيب برفع يديني. هذا دعاء جماعي أبلغ، يمكن ما يعرفون يدعون. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير معلم وأفضل معلم وأكرم معلم، لم يدعو جماعيا، وهو الذي دعاؤه مستجاب. لم يشرع لهم رفع اليدين عند الدعاء للمقبور، سواء بعد قبره أو مطلقا، وإنما أمر أمرا عاما: استغفروا لأخيكم. ومعنى استغفروا اطلبوا له المغفرة، ما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أني أهديت لهذا الميت، هذا ما تنفعه. وسألوا له التثبيت، وهذا فإنه الآن يسأل، لأن الله قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. مثل الحياة الدنيا إذا قبر بالنسبة للأحياء، وفي الآخرة أي في أسئلة الآخرة. سبحان الله العظيم، أسئلة القبر معلومة ولا مجهولة يا أخواني؟ معلومة. وأسئلة الآخرة كذلك معلومة. ولا نلقي لها بالا. وأسئلة اختبارات الدنيا بأنواعها مجهولة، نهتم لها الليل والنهار. إذا جت الاختبارات البيت كله في حال استنفار، ولا لا يا أخواني؟ فيا ليتنا نعطي آخرتنا هما واهتماما كما نعطي لهذه الدنيا اهتماما وهما. وفيه أن السؤال مدة يسيرة، ما هو بلازم هو واقف على قبر، حتى لو هو مقفي راجع، لأن الدعاء ممن إلى من؟ من هذا الحي لله جل وعلا. وكذلك هذا الدعاء يكون للجميع، حتى لو كانوا ما هو عند القبور، لكن لا يكون دعاء جماعيا ولا برفع اليدين ولا باستقبال القبلة بأي جهة. نعم. وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه، كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف. رواه سعيد في سننه. نعم، هذا جاء في أنهم كانوا، أي الصحابة والتابعين. يقول راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه، كانوا يستحبون، أي السلف ممن أدركوهم من الصحابة والتابعين، أن يقال الميت عند قبره: يا فلان. تسمى هذه المسألة مسألة تلقين الميت: قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف. وهذا لم يأتي بوجه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء ذلك من فعل بعض السلف، وإن حكاه هؤلاء 3. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه المسألة وقال فيها 3 أوجه: فيها الاستحباب، وفيها الكراهة، وفيها الإباحة، وهذا أوجه. لكن الحافظ أبو شامة المقدسي الشافعي قال: إن تلقين الميت بعد موته بدعة،
ولو لقنته ما دام ما مات على إيمان لا ينفعك تلقينه ولا ينفعه تذكيرك إياه، لأن المقام ما هو مقام أنه ناسي، مقام نصوع العمل ونصوع إيمانه، ها هنا يظهر إيمانه تثبيت الله له. والأظهر أن التلقين أنه غير مشروع، والقول بالبدعة فيه قول قوي، والقول بالإباحة قول محتمل له نظر. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان راضيا علينا غير غضبان، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلِّ وسلِّم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف عند هذا الموضع. سم أي يقول ينتشر عند الناس قراءة الفاتحة أو طلب قراءة الفاتحة على الميت، أو تكتب على النصائل والألواح والرخام الفاتحة على روح فلان، ومنهم من يقول ختمه نقرأها ونهديها على فلان. هذه مسألة القرب، ويأتي لها باب بعد الباب الذي يأتي، هل تهدى للميت؟ والصحيح أنه لا ينفعه من القرب إلا ما جاءت به الأدلة، فلو قرأ القرآن أو الفاتحة وأهدى ثوابها لا ينفع ذلك الميت. هذا هو أصح أقوال العلماء، والله أعلم. سم لو قعدت تتحدث نفسك وتهوجس والتهقوى فلان سوى وفلان فعل وفلان فيه وفلان ما فيه، فهذه مكروهة لأنها تدل على استهانة بهذا الفعل فتسويه وتعمله، فادفع ذلك الهاجوس والخواطر الرديئة عن نفسك. أما الإثم ما تأثم، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لكن سد هذا الباب، تبدأ خاطرة وهاجوس ثم يجي الذيب ويجي وليده، والله أعلم. سم نعم لا لا يجوز أن يطأ القبر لا برجله ولا بنعله. النهي على أنه قد يطأ برجله القبر بنعله القبر، أي نعم. ففخم النبي الأمر، فخم النبي الأمر، وقالوا فيه أن النعال السبتية ما كان يلبسها إلا العلية من القوم، فأراد النبي أن يدعوه للتواضع. وعلى كل حال وطء القبر برجله تعمدا أو بنعله كلاهما حرام، وبنعله أشد، لأن كرامة المؤمن ميت ككرامته حي، والله أعلم. سم نعم يسأل أخونا عن مدة الدعاء بعد الدفن. الدعاء بقدر ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام، سلوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسأل، فمدة يسيرة عرفا، ما يقعد ساعتين ثلاث، هذا يدخل في العكوف على القبر، وإنما بقدر ما يحصل هذا المقصود بالدعاء، لأنه حال السؤال قد يستجيب الله للمؤمنين فيبر هذا الميت باستجابة الله دعاء من يسأل له الاستغفار والتثبيت، فيهون الله عز وجل عليه. والمقام مقام عاطفة جياشة، ويجب أن تنضبط العواطف في الحزن وفي الغضب وفي الفرح بضابط الشرع وضابط السنة، ولا يسترسل الإنسان مع هواه ورغباته، والله أعلم. نعم أصبر اللي جنبك. سم
أي من هو؟ ها؟ نعم، كان يرفع صوته بالذكر، رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أنه كان يلهج بقراءة القرآن، يقرأ القرآن في ليله جاهرا بذلك صوته، وأنه كان أواها. فرفع الصوت بالذكر أي في المواضع الذي يستحب فيها رفع الصوت كأدبار الصلوات المفروضة وكالتلبية بحق الرجال يستحب رفع الأصوات فيها. ومن لعب الشيطان بالناس أن المواضع التي يستحب فيها رفع الصوتان يخفتون إخفاتا، المواضع التي يستحب فيها رفع الصوت يخفتون، والمواضع التي لا يستحب فيها رفع الصوت يجهرون. لماذا؟ ليغايرهم ويباعدهم عن السنة فيوقعهم في المحدثات والمخالفات. سم، هذا السؤال الأخير. الموعظة، يسأل أخونا عن الموعظة في المقبرة، هل تجوز إذا وجد لها داعي، لا على جهة الدوام ولا على جهة الاستمرار؟ ما هو بكل ما ظهروا للمقبرة يقوم يذكرهم، إذا وجد لها داعي كانتظار للجنائز، كانشغال الناس ببعض الآثام والقهقهة، وبعضهم يصد يشرب دخان ولا يغتابون، فإذا وجد الداعي جاءت الموعظة. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم لما جلسوا ينتظرون إكمال لحده، وعظهم. إذن جاء هناك داعية، جاء هناك حاجة، بينما في مواضع أخرى لم يعظهم صلى الله عليه وسلم. الذي ينص عليه العلماء دوام واستدامة النصح والموعظة في المقبرة أن هذا من البدع، ولهذا ما يفعلها إلا الجهال الذين لم ينضبطوا بعواطفهم بضابط الفقه بضابط السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.